دخلتي ارجاز النمل ابويا اللي يموت المسافه بس القصه دي زين هو منه ودار واش نيت لا لا ربي سموس اي سموس ولا ركز نقرا قرا تفرخت من الزين هاكا ديما تفرخت من الزين تدور تقرا هي هي فروخات نتا اللي يقرا غير ابتدائي سموس وي وي اللي نسيني هادنا يوكرنا فروخات نهضر من الزين في الاسم وقرن تقول لي في الليل انت اللي مقرن ماني تبغى تقرا انت تقرا طيب نقول بك مزيان اما ما كمي تعاون مصروف انت يمي زعما نضو بما هادو درت انا المحسن غير انا جرب كي صافي يا اللي صلاح انت يمي ورتاه فيك ما كمي تعاون انت يمي والو ايت ما دي ستما غير تمنى من السيدات قدامات النون تمنى من كلشي سوا النون تسفل دم ما تضرب بسيدة تضرب بلا الاصلاح انت يمي الدخول المدرسي ما تقياد نتا الوا صغاسنا يا نمي يوفى بنادم هادو نكون ورا نزفزز في بنادم ما يفكر الكثير ولا يا نمي يسخر بي يا حاجتي استي فيك كنا تمنى من الحالة قدام النون انا سوف ما تستعاون البلد هوني جاز اصل الخير تنمير دنون على حالة غيرنا إن شاء الله دا دورتم نكوني القناة بعدا لا شين بريك أتي الفيديو دي الناس تيت بارتاجيم دي الناس تيت تزعم في مدن غايب ديرو لحساب نس ريوي في الخانة نزي إن شاء الله وغادا نتغامى في لدن نكوني واللي ولز دار رايف كوالو يبارتاجي غير الفيديو دي غير الناس اليوتيوب يا الناس ديرو الفلوس انا سنتي داوي سكريني غاولا الناس كديرو يلا قد نصح إذا ما ديستما زول فلا ولا زول غيف ولا زول اللي كان يقول غيك اللي بدا يا غار ديال الحالة إنسانية يا ضنين بعيد عن الموسيقى بعيد عن الاستوديو بعيد عن النشاط أصل يو يا غدا يوم مقر ذكرى إفرخا من الزين كان إيجي جيل نسولي من الزين إفلات من دا يار خمسة من تروا لان فرخانة اللي تمنى هاد المغار قدامات غيبات دا طفرو طفروخ إلي سينيا ناتي فتن دا كلين زعما مسؤول سمونا غمس اشكي الدخول من المدرسة هاد خاصنا الناس سموني كان مسؤول تعاوني ويانسن غصا هي غدارسن غير من تقني كبيرة مش كدارسن حتى نكوني سمون المحسنين يا البركة انا دارسن تدارس نشوفو في سنسن الفيديو ولا تنسكر كاقي شهر نكوني الفيديو نسكت باش هاد السنة ميد لي في كلا ما تنسن اسليشم ايد باب النس دار نتشكر المحسنين اللي يتهم الغفولكي دميت ناد لي يحتاج جام لكني نلقى السبب باش كيما بدا تنسلي كيما ما تنسن رزق نسن اي كا غوط حتى رواية الزين فات باس الزين هكا قلت منال بلا سيني فرحان راه قرا من الابتدائي تيلي تفرغت تنزين تتغدا تقرا تيلي تروح لجسم مقرر تقرا انت الاولى بالكالوريا ان شاء الله نتمنى المحسنين ويلي راه زر الفيديوهات اظن قلوب رحيمه اكثر واحد من الزين هادو الريال نتمنى حتى هذا سنسمون ما بنو تم تمني الشم الزغو اسمي الزنق هادو تكفسن تنمير تنم قال لي اخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصدف كتلاقينا اليوم بمنطقة دويران أنا والأخ الفنان بريكاتيك على أساس أننا عندنا موضوع ديال عائلة تعيش الفقر المدقع امرأة لظروف انها فقدت الزوج ديالها مات ليها في شهر 7 ديال 2020 ومن بعد الوفاه ديالو راه خلى لها خمسه الاطفال فيهم بنت صغيره مازال ما دخلت للمدرسه وبنت كبيره في الاولى بكالوريا وجوج دراري صغار في القسم الابتدائي ولد وبنت هذا الولد هذا وواحد البنت اخرى بنت اخرى مشات هي وخوها للجبل باش يجمعوا بعض المساعدات من القلوب الرحيمه اللي كاينه في الجبل في الدوار ديال الاصول ديالهم.
حنا هنا من منطقة دويران تنشدوا القلوب الرحيمة. Et je fais appel à tous mes amis à l'étranger, s'ils comprennent ce que j'avais dit en arabe, يعني كنتمنى أن الإخوان يحاولوا يدخلوا على الخط لمساعدة هذه العائلة الفقيرة. امرأة هي وتقل تقل ديال خمسة الأبناء لم يصير عليهم ولم يشري لهم كتب مدرسية ولم يساعدهم في التسجيل ديال الدخول المدرسي. فالحمد لله كيف ما كان الحال اليد تبسطات لهم وراه كاينين مساعدات توصل بها الأخ والصديق بريكاتيك على أساس أنه يوصل لأمانة اليوم باش يخفف عليهم ألام الدخول المدرسي وثقل الدخول المدرسي. لكن لا ننساو بأن هذه العائلة هذه راه باقي كتعيش مأساة ديال السكن، أنه خص إصلاح ديال البيت ديالهم، باقي بلا إنارة بلا ماء، وحقيقة حقيقة العائلة كتعيش حياة صعبة. نتمنى على الله أن الأذان تكون صاغية والمساج الرسالة توصل الأخوات والإخوان في مكانه داخل الوطن وخارج الوطن، المغاربة الحنان اللي كيحنوا في بعضياتهم وكيتعاطفوا مع إخوانهم المغاربة. الله يجازيكم بخير إلا ما واحد الالتفاتة لهذه العائلة. وحنا راهن الإشارة سواء الصفحة ديال بريكاتيك اللي معروفة هي اللي معروفة، سواء الصفحة ديال الحقوق شوقي، فيمكنكم الاتصال والتواصل على أساس التنسيق باش الأمانات ديال هاد الناس هادو توصلهم بكل ثقة وبكل أمانة. شكرا لكم وإلى الملتقى في لايف أخر أو تسجيل أخر. شكرا سيكرش. أيضا نستمعك لسونير لمنت نسمون زنا المحسنين التي تروح دا لنس نكون الفيديو عتوري قال زعما نسكاني شهر نكون نرى ثقة دي سن مدني فيان رزق يسير في مئة باب نس عطيت هي 24400 ريال. جوج ثلاثة أربعة خمسة اثنين وعشرين 24 24 400 إن شاء الله تجي الناس ولا خير الناس المدام. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. والدينا والديكم دار نتمنى الفيديو هذا عايلك ما غيك ليساوني لا غير اللي يديروا غير اليوتيوب وين سنلاقي ان شاء الله وين نسبارطاج منه.